إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيامنا على هذه الدنيا معدودة، وأنفاسنا محسوبة، وما منا من أحد إلا وهو يروم السعادة ويسعى في تحصيلها، إذ السعادة مطلب الكل من مسلمين وكفار. لكن الناس سلكوا في طلبهم للسعادة مسالك شتى، فأخطأوا الطريق، إما لجهل منهم أو لضعف يقينهم بالله عز وجل، وإن كانوا في الظاهر مسلمين. والسعادة لا تدرك إلا بالاستقامة على شرع الله عز وجل، وهو القائل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية دليل على أن مقومات السعادة في الدنيا والآخرة الالتزام بالدين وتطبيقه في واقع الحياة. ونحن كمسلمين نؤمن بأنه لا سعادة إلا بطمأنينة القلب وانشراح الصدر، حتى ولو كان المرء أثرى الأثرياء، ولو كان له قناطير الذهب والفضة، لقوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك جاء في بعض الآثار أن علامات انشراح الصدر هي الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الجنة جزاء الأعمال، فإذا اشتغل العبد بأعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود، وإذا خمد حرصه على الدنيا ولها عن طلبها وأقبل على ما يغنيه منها فاكتفى به وقنع فقد تجافى عن دار الغرور، وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان متثبتاً حذراً ورعاً فقد استعد لما بعد الموت. وانشراح الصدر عباد الله مطلب النبيين والصالحين من قبل، فهذا كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سائلاً قال: رب اشرح لي صدري. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
فإن الله تعالى يمتن عليه بلا سؤال منه، إذ يقول: ألم نشرح لك صدرك؟ والناظر في أحوال المسلمين يجدها، أي أحوالهم يرثى لها، إذ أنهم يطلبون انشراح الصدر والسعادة من غير أبوابها. فكما أن الرزق والعافية والهداية لا تكون إلا من الله وعن طريق ما شرع، فكذا انشراح الصدر الحقيقي لا المؤقت لا يكون انشراح الصدر إلا بما شرع الله عز وجل. ولذلك فإن توحيد الله وإخلاص العبادة له عز وجل لهو من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب. يدلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه، دعوة أو دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن أكثر من هذا الدعاء وأخلص التوحيد لله عز وجل كان ذلك سبباً لانشراح صدره وزوال همه. ومن أسباب انشراح الصدر عباد الله الصلاة، تلك التي فرط فيها المسلمون. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا أصبحت الصلاة همًّا، إن أصبحت الصلاة عبئًا، دل ذلك على نفاق العبد وضيق الصدر. والصدقة عباد الله هي كذلك من أسباب انشراح الصدر. قال عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة طهرة للمال وزكاة للنفس، وقد أفلح من زكاها. فكلما تمسك الإنسان بدينه والتزم بتطبيقه عمليا في حياته كلما انشرح صدره واطمأن قلبه. وبالمقابل إذا بعد الإنسان عن ربه وفرط في الواجبات وولغ في المحرمات فإن النتيجة الطبيعية أن يضيق صدره وتتكدر معيشته. قال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن القيم رحمه الله: إن من أعرض عن ذكر الله الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام التي خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بالألم فيعود إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة عباد الله، وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور أو حياة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله الغافلين بأن حياتهم مسلسل آلام وأحزان،
وإن حاولوا إخفاءها وإظهار الفرح والسرور والسعادة فإن أحدهم يشغل وقته وفكره لئلا يفكر في واقعه وحاله، وهذه حال أكثر المسلمين، حياتهم بلا هدف، حياتهم بلا معنى، لا قيمة لها إلا ما يرونه في يومهم، فلا يكترثون لما مضى ولا يحملون هم ما هو قادم. المسلم منهم يشغل عقله وفكره بقراءة مجلة أو صحيفة أو كتاب، وينشغل في عمله صباحاً، فإذا ركب في سيارته ملأت الأغاني والموسيقى رأسه، فلم تترك له مجالاً للتفكير ولا للتأمل والتدبر، وما أن يصل بيته حتى يبدأ بالتنقل بين القنوات في غفلة وتسلط للشيطان عليه، مشبعاً غرائزه من سمع وبصر، أو يخرج لمجالسة رفاق سوء يقسو القلب بمجالستهم، أو يتسكع في الشوارع والطرقات، أو يقضي وقته في المقاهي، فإن عاد إلى بيته نام كالجيفة، لا قام الليل ولا قرأ جزءاً من القرآن ولا صلى الفجر مع المسلمين. وهكذا هي حياتهم ودنياهم، يتشبهون بالفساق والكفار والمنافقين من أهل الدنيا من أثرياء وفنانين، ظناً أنهم يعيشون حياةً سعيدة، فمتى يتفكر هؤلاء في أحوالهم ويبصرون عيوبهم؟ متى يتأملون ويتدبرون فيعلمون أنهم بين يدي الله موقوفون ومسؤولون عما كانوا يعملون؟ متى يتوبون ويستغفرون وإلى ربهم يرجعون؟ لئن سبرت أغوار أحدهم لوجدته قلقاً متوتراً يقتله الفراغ وهو يريد قتله، قد سئم من هذه الأمور التي ربما تعطيه سعادةً مؤقتة، لكنهما أن يفرغ من شهوةٍ أو معصية، أو يرجع من سفرةٍ أو إجازة، حتى يشعر بضيق الحياة، أو إن شئت قلت حتى يشعر بضنكها، فيسارع إلى معصيةٍ أخرى ليملأ بها فراغ نفسه وليسكت به تأنيب ضميره، كما قال الشاعر: وكأساً شربت على لذةٍ وأخرى تداويت منها بها. فيا أخي الحبيب، عد إلى رشدك وتب إلى ربك، وكفى ما مضى من عمرك في معصية الله والتفريط في جنبه. فوالله ثم والله، إن السعادة في عبادة الله عز وجل، وليست هي في عبادة الشهوات ولا في عبادة المال والدنيا. ما نراه وما نلمسه من قلق وحيرة وفراغ واكتئاب عند الكثيرين من المسلمين لأكبر دليل على بعد الناس عن هدي رب العالمين وانغماسهم في الشهوات والدنيا حتى الثمالة. المسلم الحق لا يعرف الاكتئاب والضيق والحسرة، لأن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهؤلاء ما ذكروا الله فما اطمأنت قلوبهم ولا انشرحت صدورهم، لذا تجد أكثر المشاهير لم يجدوا ملاذاً ولا ملجأ من همومهم إلا بالانغماس في المخدرات أو المسكرات أو في حياة المجون. ومنهم من لم ينفعه ذلك كله فأراد الفرار من اكتئابه بالانتحار، ظناً منهم بأنهم بانتحارهم تحل مشاكلهم ويرتاحوا من مصائبهم. وأين بالله عليكم مصائب الدنيا كلها مع جمرة من جمرات النار التي يغلي من حرها دماغ الآدمي؟ وهذا أهون عذاب في النار لمن أراد الله عز وجل أن يعذبه. أسأل الله لي ولكم العافية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا الحديث يعم كل من قتل نفسه، كل من انتحر،
وإن زعم أن ذلك جهادا في سبيل الله، وإن زعم أنه يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله، فكل من قتل نفسه يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فيا من أصابه الغم والهم، ارجع إلى ربك تجد راحة قلبك، واستعذ به عز وجل من الهم والغم والحزن، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وسله طمأنينة القلب، سل ربك انشراح الصدر فإنها بيده، والله عز وجل أكرم الأكرمين، إن سئل أجاب. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح بحبك وعبادتك وتوحيدك صدورنا، ويسر لنا في هذه الدنيا أمورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغ بما يرضيك آمالنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم